والله كذلك أقسم بالله. ما أنا بالنسبة لي أنا كسعودي لا يمكن أن أتعدي شهرين أو ثلاثة أني أنا ما أجي مصر يعني. بالعكس أنا دائما على فكرة حتى ألبوماتي أنا أشتغل في استوديو عمار الشريعي الفنان الكبير رحمة الله عليه مع باشمهندس إيهاب نبيل، كثير من الموسيقيين العظماء اشتغلت أنا معاهم. عندي ألبوم إن شاء الله في العيد حينزل مع أضخم وأعظم فنانين في مصر إن شاء الله، في عمل مفاجأة إن شاء الله مع فنان كبير في مصر هنا حيكون طبعا، وجماهيري كبير حيكون بيني وبينه شغل إن شاء الله بعد العيد، هي أغنية صيفية حتنزل. وإن شاء الله يا رب يديم المحبة هذه دائما بين مصر والسعودية، وربي يبعد الناس اللي تحاول تفرق طبعا تثير الفتن، وإن شاء الله السعودية ومصر كبيرة دائما في المحيط العالمي بإذن الله.